وحشه بقى فندم. اه يعني هو هو احنا كنا طول الوقت قبل ما نسافر طبعا احنا رحنا يعني كلنا صاله جيم يعني، فاحنا يعني احنا رايحين نعمل فيلم يعني داخلين نعمل صاله جيم عشان يبقى شكلنا كويس، ده اعتقدنا ان احنا رايحين عشان يبقى الشيب شكله كويس. فمدام مايا كانت دايما تقول لنا ايه، بس انا عايزاكم تهتموا بتمرين الرجل. ايه موضوع تمرين الرجل يعني استاذ مايا اشمعنى الرجل؟ بس انتوا اهتموا بس بتمرين الرجل بس. فلما رحنا هناك عرفنا ليه تمرين الرجل. انت طالع جبل طول الوقت وانت اللي بتطلع وبتتسلق وبتقع فكان لازم قوي مهم قوي تمارين الرجل دي يعني. الصعوبات ان احنا مره كنا واقفين كده يعني ده موقف يعني انا فاكره. احنا كنا واقفين بنتصور عادي وبعدين فجاه لقيت صلاح بيقول هو ايه الاخضر اللي هناك ده؟ قلت له اخضر يا صلاح؟ قال لي في حاجه خضراء كده هناك. فراح كده قال لي ده تعبان عادي مش حاجه. عودته عليه يا جماعه قشطه ودخل جوه. فجرينا طبعا يعني. تاخدنا وان شوت كده من الجبل ده للجبل ده. فكان عايز ياخدنا وان شوت كده. وانا راكب حماره عرجه ما بتمشيش تمام؟ فالمشهد ده تقريبا عدناه مرتين والمسافه كبيره مسافه بتاع 2 3 كيلو مثلا. والشمس بقى انا لابس شورت وبتاع فروحت الفندق بعد ما خلصنا التصوير انا فعلا مش قادر اتني رجلي مش قادر من كتر ما هي اتحرقت. اتحرقت اه من كتر ما هي اتحرقت. فالمشهد ده يعني كان عذاب كان عذاب. هو ده تقريبا كان اصعب هو مشهد التعبان مشهد تصوير التعبان ده مش هو مش صعب هو رعب مني يعني احنا الاثنين كنا خايفين انا والتعبان اللي يقرص التاني يعني. ما قال لي انا لو شلت السم منه هيموت. ده فعلا؟ اه فعلا هخيط لك بقه وبتاع ومش عارف ايه. غاب 5 دقايق كده ورجع وتمام. راح حاطط التعبان على الارض وتمام التعبان واقف وانا واقف معري رجلي انا الوحيد اللي معري رجلي في اللوكيشن. معري رجلي ولقيت عليكم. التعبان واخد اوردر ان هو اول ما يتقال له اكشن يجري على رجلي. اكشن جري لا اكشن انا اللي جريت مش لا هو التعبان اول ما اتقال له اكشن راح عينه كلها تغدر بقى وجاي عليا وجاي وبيعمل كده بيظبطك بيجري عليا وانا كمان جريت انت هتجري انا كمان هجري طبعا يعني اجري لوحدي ده تعبان يعني بس خدناه الحمد لله وعدت يعني الحمد لله. انت تفتكر حاجه يا استاذ؟ لا انا كنت تصويري في مصر. انت مصمم كنت في المحروسه كان داخلي. في مشهدين هما كانوا المشاهدات الصعبه برضو. كان في مشهد كان بالليل وحوالين النار والنار لحسن حظنا كانت هي مصدر الاضاءه بتاعه المشهد. فاحنا كنا كلنا قاعدين حوالين الاضاءه بتاعه النار ومفروض بنقرا مخطوطه من مخططات اللي فكل ما نيجي نصور النار تخف شويه فبيحطوا فيها حاجات كانت تخلي النار جامده جدا. واحنا قاعدين فوق النار فانا وجيمي كنا قاعدين حاطين رجلي ورا ورجلي قدام. انا هو نفس الرجلين اللي محطوطين قدام النار نص سوا يعني ركبي فعلا نص سوا والبخار بيطلع في عينيا وانا بعمل كده فتحس ان انا متاثر قوي بس انا وجعاني اصلا. وفي مشهد تاني كان فيه فجاه استاذ عثمان احنا هناك صادف كده جبل كبير وقال لنا ده هتنزلوا من عليه مش هتنزلوا مشي هتنزلوا كده يعني اللي هو المشهد اللي ايوه اللي هو من تحت بتاع كبير جدا ومن فوق بتشوف الناس اللي تحت صغيرين. بس هو كانوا مربطينكم بحبال؟ لا ما كناش مربطين بحبال. هو كان رملي كان بتاع رمل وكان تحت كان تحت حاطين زي مراتب عشان خاطر لما ننزل في الاخر بقى ننزل على المراتب دي وهو رملي. انتوا مربوطين اصلا او حاجه؟ لا هو نزلنا عادي كده سيبنا السنه كم مره؟ ده عملناه 3 مرات وفي الرابعه خدنا الرابعه 3 مرات والرابعه البطاريه بتاعت الكاميرا وقعت كانت بتصور من زاويه معانا فاحنا بصينا كده قال لها هنعيد ما كلمناش بعد كده خلاص هنعمله ولا هنعمله. انا التراب دخل جسمي في مناطق ما كنتش اتخيل ان انا ممكن توصل فعلا بجد. انت يا احمد بقى قول لي نزلت مكسر بقى تحب نبدا الحكايه. لا والله الفكره الموضوع كان في حاجات كتير قوي يعني احنا تعرضنا لكل الظواهر الطبيعيه والكونيه اللي في اراده البشر وخارج اراده البشر. خوارق يعني. يعني حاجات عجيبه كانت بتحصل مش عارف ديناصورات ما نفهمش في ايه اللي بيحصل. هو برضو يعني يمكن من اكتر حاجات اللي كانت بتنزلنا موضوع الجبال وموضوع النار خاصه فكره الشورت اللي انا كنت لابسه في الفيلم ده كانت فكره استاذه مي ان انا رحت انا كان ليا لبس معين فرحت في يوم انا راح اصور في اللوكيشن اول يوم تصوير فلبس الطقم انا بحب الشرطات انا عندي مشكله مع البلاطين فانا بس تمام والسماعه بتاع السماعه بس انا سماعه قعدت بس
تمام احنا فكرنا طيب جدا والله انا اكيد هفكر بس محتاج نظبطها ونعمل حاجات ثانيه. هي لما في حاجه بتتعدل مالهاش معنى التعديل، بس لازم تكون محسوبه معروفه بتتعدل ازاي. هي يعني مش بتتعدل كده وخلاص، لازم تتعدل ويكون مبرر لها، يكون وجودها مبرر. فتمام ففرحت في الاول، بعد كده اتضايقت قوي من الموضوع. الشرطه واقفه قدام النار، هما كانوا بيصوروا المشهد، يعني خدوا مشهد لونج وباخدوه كلوز وانا قريب من النار، فالكاميرا ورا النار بالظبط وتحتها قاعد حد بعاكس عشان الاضاءه، فالعكس ده بيعكس اضاءه وحراره، فالحراره كلها جايه علينا والشورت جبردين، فكل الصهد بقى بيشفط لوحده وده الاكسسوارات والديكور. كان اسمه حمزه، حمزه ماسك ازازه بنزين وقاعد ورا الكاميرا بيزود النار، زود زود زود. بس عثمان قال كت، بصيت لحمزه، حمزه انتوا بتعذبوا كفار يا حمزه، حرام عليك يا حمزه. وكان مع شورت، كان كنت لابس كوتشي، فال الرمل هناك من كتر ما كان بيمشي عليه زمان، فالصخر صخر رملي ناعم، فالسيفتي الجزم السيفتي كانت اصلا بتتزحلق عليه، فانا مش لابس سيفتي، انا لابس كونفرس عادي يعني فلات. فكل ما اطلع كل ما اطلع زحلقت كم مره؟ زحلقت 3 مرات، مره من غير اي مبرر، مش واقف معايا لقيته وقع وهو تحت، كانت هي مشهد بنصوره كده فوق تبه عاليه وبتاع، فكل ما اطلع اتزحلق، كل ما عايزين نطلع انا يزن اللي معايا احنا الاثنين نطلع فوق، فبنتزحلق كل شويه لحد ما اخر مره وقعت رجلها اتعورت فين وفين، وصلت فوق. فوصلنا فوق وشاف استاذ عثمان واقف عمال يبص لنا مبتسم قوي، فانا حاسس ان في كارثه. فبعد ما طلعنا فوق وخلاص وصلنا بعد معاناه، بص لنا كده قال لي ده اساتذه بقى ركبتوا مايك ولا نسيتوه؟ فاحنا ما كناش ركبنا المايك. طب تبلاش بقى لما نرجع ولا نعمل ايه؟ طيب حرام. فالموضوع يعني الموضوع على قد ما هو كان متعب، بس كنا يعني مبسوطين جدا بالتجربه. هو اظرف حاجه في صلاح ان هو احنا الثلاثه بنعمل ادوار اكشن، يعني الثلاثه بنتسلق جبال هو بيعمل دور كوميدي. كوميدي الاكشن كله بتاع، فاحنا الثلاثه رجعنا، احنا الثلاثه رجعنا عادي يعني ما فيناش حاجه. صلاح رجع بعكاز وقع مع حصان وقع فوق الجبل. انت ليه فرحان على حصان؟ انك السقا دول والله هو اللي فاكر ان انا السقا مش عارف يعني الثلاثه اكشن ما ركبوش رجعوا سليم. انت رجعت متعور ليه؟ مش عارف. نصيب نصيب يعني، مرة وقع وراجع من السوبر ماركت عادي ماشيين مع بعض وبيقول لي حاجة كريم دي بليت صراحة، دي بقى اللي خلتني في الكاز الرسمي. ايوه احنا كنا خلصنا فعلا تصوير وراجعين مصر، انت مصمم تقعد احنا راجعين مصر. الشوارع 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 في الأردن يعني بتبقى المناظر العبقرية، وانت ماشي من الشوارع كلها طالعة كده ونازلة، يعني مطالع ومنازل هي الموضوع على جبال. فالفكرة ان احنا كان بيبقى عندنا معاناة لما انزل اجيب حاجة من السوبر ماركت من تحت، انا هطلع ازاي؟ انت حبيت الزحلقة؟ انا السؤال بقى. لا والله فكنت نازل في مرة عادي فتزحلق وانا ماشي فوقعت، تمام يلا هي انا كان اختامها مسك الحمد لله، المهم نرجع بالسلامة. ما شاء الله الشاطر. الحمد لله. خطوة حضرتك البداية، خطوة حضرتك البداية